مش عارف المايك وقف مرة واحدة، فخليني اودي كده. بس احنا شايفين كده نتيجة كويسة جدا، يعني لو شغلنا الاي بي ار تمام النتيجة زي ما احنا شايفين. شفت الرفنس بقى خفيف ازاي، نقدر نضيف فوقه من غير حتى من غير مشاكل الازاز يروح مننا. فانا هاخد دي واوديها على السبيكولر رفنس، ونفس التكتشر اوديها على الريفراكشن او الترانسميشن رفنس، ونشوف الشكل بعد ما الاي بي ار يخلص. كده الدنيا تمام زي ما احنا شايفين، الحتت اللي فيها الروفنس اللي هي نفس الحتت البيضة اللي كانت في layer رقم 2. تمام نكمل، احنا عايزين نحط كمان واحدة. تمام نيجي هنا image تاني، او مش image duplicate، واخد دي. في صورة هنا فيها fingerprints اللي هي دي زي بصمات الصوابع، وممكن دي بس ديها دي 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 مناسب انها تبقى من تحت. تمام زي دي كده يعني، دي ودي ممكن مناسب من تحت، ان هما فيهم لاين، فاللاين ده انا مش عايز يظهر في نص الازازه. طب والله دي تنفع احسن لو رحنا اوبن يس وناخد دي كده ونوديها للبيوتي. هي دي رقم كام؟ دي 42 ودي 41. افتكر، لا افتكر يعني افتكر انا هاخد دي اظرف. محتاجين ريستارت الاي بي ار. الحركة دي بيعملها كتير جدا وبتبقى وحشة جدا جدا، خلوا بالكم يا جماعة من الحركة دي، لأن الحركة دي أرنولد كتير بيعملها. أهو زي ما احنا شايفين ما بقاش بيقبضت الأي بي آر، فلازم نعمل له ريستارت. تمام افتكر ريجولر هنا هتبقى احلى، مش عارف انا محتار في الباترن بصراحة، يعني محتار دي احسن ولا التانية احسن. طيب انا هوقف الاي بي ار لان كده مش ظريف، وهروح لارنولد فلاش اول تاني بس كده. فريكونسي 5 6 افتكر كويسه. ممكن هنا يا رامب فلوت يا كولر كوريكت، اي واحده في الاثنين مش هتفرق. عفوا ناخد دي كده واحط انسرت افتر انبوت. تمام وناخدها كده وهنرفع الاكسبوجر، وهروح لدي و نزود السوفتن شوية. بعمل كده لأن كان فيه هنا سيم. تمام وأفتكر دي هتبقى كويسة لو رحنا هنا ورفعنا الكونتراست سنة. ضيع لي ألوان كونتراست في سينما بشعة يعني. انا متهيألي انا رفعت الاكسبوجر اعلى من اللزوم. تمام فافتكر ان يعني الرام بفلوت هتبقى حل كويس. ريسيت عشان تبقى لينير.
كليك ارفع دي كده اظن خدتوا بالكم دي بتعمل ايه، اللي هي البلند سوفتنس. تمام، دي كالعادة هتروح فوق دول layer 3 ونروح هنا ونطلع بس دي نوديها هنا كده و layer 3 alpha ويبقى البلند مود برضو بلايتن. تمام، افتكر انا هعمل كده وافتح اي بي ار تاني. تمام، نودي دي بقى هنا ونستنى يخلص ونشوف النتيجة. افتكر كده الدنيا تمام قوي. فاضل بس انه احنا نحط الديرت. الديرت عبارة عن كالر عادي جدا، ومنطقي ان الكالر ده هيبقى في نفس الاماكن اللي فيها الروفنس، فيما معناه ان انا ممكن اخد نفس اللاير كالر نود دي واودي الاوتبوت بتاعها يكونترول مين؟ الديفيوز سترينجز. لو وديت ده للديفيوز سترينجز طبعا هتقولي ما ظهرش حاجه، ما ظهرش ان الديفيوز اسود. لو ضغطنا كده، بالمناسبه لو انت عايز في حركه نفعتني انا قوي، ساعات بعمل لون وببقى عايز اعمل له سيف، ف كده انت بتطلع كل حاجه لوحدها. تمام، حسب ما انت تحب بقى، انت بترتاح لدي، بترتاح للكالر ويل، براحتك. تمام، المهم يعني انت بتكليك اللي انت عايزها خلاص و بتشيفت كليك المكتبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. فانا مثلا بحتاج ال دي وبحتاج الار جي بي وبشيفت كليك كمان على اللايبراري، بتطلع بالشكل ده كده. احنا مثلا هنعمل كالر للديرت وليكن حاجه شبه اللون الغامق قوي ده، وعايز انزله هنا في اللايبراري. امسك الكالر من هنا واسحبه فوق. تمام، يا يمين يا شمال، الكالر اللي انت عايزه بالشكل ده. خلصت قوم جاي عامل اوكي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين هنلاقي الديرت جه في نفس المكان بالظبط اللي الرفتس موجود فيه. طبعا عايز اعمل كالر فاريشن، يعني مش عايز كالر واحد، عايز يبقى الكالر متوزع. بسيطه، انت بمنتهى البساطه هتقوم جاي رايح هنا حاطط ميكس نود. تمام، الميكس نود دي هيبقى فيها اللونين اللي انت عايزهم. انا هجيب دي شيفت مع اللايبراري، هاخد كلر مثلا فاتح زي ده، دبل كليك عشان نعمل هنا، وهاخد الكالر التاني، هاخد الكالر الغامق اللي انا جايبه ده واكليك. يبقى كده انا عامل الاتنين دول. الميكس اماونت، الميكس اماونت على فكرة انا عايزه اكتر لاير فيها كونترا، مش هاخد دي. يعني انا ممكن مش فاكر هي كانت دي ولا واحدة تانية. دي تنفع تبقى ميكس اماونت، او مش ممكن كمان هي دي تنفع. هروح هنا واقوم عامل كده، اقوم قايل ان دي هي الميكس اماونت. تمام، وان الميكس دي هتروح هنا كده للديفيوز كولر، وناخد دي هنا.
بس نستنى بقى شوية لغاية ما ال IPR يخلص. ممكن دي حتى كمان نرفعها سنة. تمام، نستنى بقى ال IPR يخلص وارجع لكم. وده دي كده نتيجة الريندر النهائي. طبعا تقدر انت بقى تزود حاجات كتير قوي، تقدر تحط بامب، تقدر تحط تزود سكراتشز، تقدر تزود ماسكس، تقدر تحط لون في حتة معينة وفي حتة تانية لأ. تمام، نفس التكنيك بالمناسبة، يعني هو نفس التكنيك ده بالظبط بالظبط، التكنيك الماسكس، وانك انت تتحكم في الجلوسنس، وانك انت تتحكم في السبيكولر، وانك انت تتحكم، هو نفس التكنيك ده بالظبط اللي هنمشي عليه تقريبا في كل المحاضرات اللي جايه، باختلاف انواع الخامات. يعني ببساطه لما نيجي نتكلم على الميتالز هي نفس القصه بالظبط، يعني نفس المكان، ولو ان في الميتال هنلعب شويه في الديفيوز، بحيث ان احنا هنحط الديرت هنحطه في الديفيوز، هنلعب شويه في السبيكولار كولر، لان كده كده معروف ان اي معدن في الدنيا تمام بياخد الكولر بتاعه، خصوصا لو هو معدن شايني يعني لامع قوي، بياخد الـ 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 بياخد الـ الـ انا عايز اقول ايه، بياخد الكولر بتاعه من الريفلكتيفيتي، مش بياخدها من الديفيوز. طب هل معنى كده ان انا معلش انا طلعت بره المحاضره شويه، بس هما شويه حاجات عايز اوضحها، بس هل معنى كده ان الميتالز ما فيهاش ديفيوز؟ لا، فيها ديفيوز. تمام، بس الديفيوز بيظهر في انواع معينه منها وانواع تانية لا. يعني مثلا لو على سبيل المثال انا بعمل ذهب، اللون اللي بره ده اللي هو اللون الاصفر ده مش اللون بتاع الذهب، ده لون القشره. اما الذهب نفسه فهو لونه بيبقى عامل شبه الذهب نفسه كذهب، شبه الحديد، بتلاقي لونه اخضر مزرق سنه. تمام، هو ده بيبقى لون الذهب اصلا. اما طبقه الطلا اللي فوق دي، فاللون اللي انت شايفه ده تمام هو جاي من الريفليكشن. نفس القصه في الالومنيوم، نفس القصه في الكروم. في ميتالز تانية بيبقى فيها ديفيوز اللي الحديد المصدي او كل الكلام ده. هنشرحه في حين ان شاء الله، مش عايز اطلع بره المحاضرة عشان ما اطولش عليكم. بس كده احنا خلصنا محاضرتنا، وافتكر احنا انا قلت فيها كل حاجة تخص الجلاس، مفيش اي كلام تاني يخص الجلاس اكتر من كده. بالمناسبة في اي ريندر انجن، سواء في الفيري او في الارنولد او في الاوكتين او في الكورونا او في ريد شيفت، نفس الكونسبت بتاع اي ريندر انجن. هنا هو هنا الفرق في تكنيكات تطبيق الحاجه، مش اكتر من كده. واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.